بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. صدق الله العظيم. أهلا بحضراتكم من محافظة الإسماعيلية، حيث يشهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اصطفاف تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بنطاق الجيش الثاني الميداني بمحافظة الإسماعيلية. ولعلنا منذ أيام قليلة تابعنا افتتاح مقر الأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة وتخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية. كل ذلك تأكيد ودلالة واضحة على أن قواتنا المسلحة دائما مستعدة للتعامل مع أي طارئ، فالأمن القومي وحمايته هو دور رئيس ومهمة أساسية لقواتنا المسلحة. لذلك نرى أن جيشنا يشهد طفرة غير مسبوقة في مستوى التسليح والتدريب على كافة المستويات. ونحن مشاهدين نحتفل بالذكرى 51 لحرب أكتوبر المجيدة، نتذكر دائما بأن جيش مصر هو جيش رشيد، هو جيش يحمي ويصون ولا يعتدي، يحمي هذا الشعب ويحمي ترابه ويحمي مقدرات الأجيال القادمة. ونحن نحتفل بالذكرى 51 لحرب أكتوبر المجيدة، لابد أن نتوجه بخالص الشكر والعرفان والتقدير لرجال قواتنا المسلحة الذين بذلوا كل غال ونفيس من أجل رفعة شأن هذا الوطن. فالتحية لكل أبطالنا الذين شاركوا في هذه المعركة وما زالوا على قيد الحياة، متعهم الله بالصحة والعافية. والسلام لأرواح شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم زوداً عن هذا الوطن. أهلاً بحضراتكم في أرض الأبطال وعرين الرجال.